السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي إلى منصة قدرات للتدريب عن بعد. للتسجيل في دورتنا فقط ب229 ريال والجزيرة الموقع موقع المنصة زي ما تشايفين، أو التواصل مع الدعم الفني. نواصل مراجعة أسئلة السنوات السابقة من الرخصة المهنية إنجليزي 1، واليوم إحنا في النموذج السابع. طبعا عندنا 10 نماذج، كل نموذج 5 أسئلة. ننصح طبعا عملنا هاي النماذج على اختبارات إلكترونية، ينصح أخذ الاختبار الإلكتروني قبل ما تشوف الشرح، هذا هو الرابط. السؤال الأول طبعا من الأشياء اللي أجت في السنوات الماضية، بقول لك ذا عندنا هنا تا 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 ثلاث أصوات في تاك وهيتس وسليبت أركولد، يعني هاي التا هنا في تك زي التا في هيتس زي التا في سليبت، طبعا أكيد مختلفة، لكن هنا ماذا نسمي هنا هاي الأصوات؟ هل بنسميها ألوفونز ولا ألومورفز ولا مينيمال سيت ولا مينيمال بير؟ طبعا لازم نعرف كل هاي المصطلحات حتى نختار الإجابة الصحيحة. أول شيء احنا اخترنا ألوفونز، ليش؟ خلينا نشوف شو يعني ألوفون. Allophones are variants of a phoneme. يعني بمعنى آخر يا جماعة، هاي ركزوا معي شوية، إنه في عندي أنا صوت معين زي التاء مثلا، تمام؟ التاء بنطقه أنا بطرق مختلفة، يعني التاء في بداية الكلمة بكون aspirated، يعني بطلع مع هواء، يعني لما أقول تا تا تك بطلع هواء، فهذا بيسموه aspirated T. طيب عندك هنا hits hits، التاء قبل الاس بسموه unaspirated، يعني ما بطلع مع هواء. وبعدين في عندك slipped، لاحظ هنا slipped unreleased، يعني انت وقفت على التاء، فهو نفس الصوت تاء تاء تاء، لكن ننطقه بطرق مختلفة، احيانا بكون بطلع مع هواء، احيانا بكون بدون هواء، احيانا يتوقف. فهاي الطرق المختلفة لنطق صوت معين هذا بنسميهم ألفونز. إذا الألفونز عبارة عن variants، يعني variants يعني أصوات مختلفة لصوت واحد، يعني نطق طرق نطق مختلفة لصوت واحد. إذا زي ما لاحظنا هنا في اختلاف في النطق، نطق التاء كصوت، وبالتالي الاختلاف في النطق هذا بنسميه ألفونز. الآن الألومورفز، ليش ما اخترنا الألومورفز؟ الألومورفز عادة مأخوذة من مورفيم، والمورفيم زي ما احنا عارفين قد يكون شيء زي البلورال مورفيم، زي الاس مثلا، هاي الاس بنسميها بلورال مورفيم لأنه نضيفها للأسماء المفردة بطلع عند الجمع. فمثلا كات كاتس أضفنا اس، دوغ دوغز أضفنا اس، فوكس فوكسز أضفنا اس. لكن هون النقطة انه الألومورفز نتكلم عن نطق المورفيم، يعني الاس هنا لها ثلاث طرق في النطق، يعني كاتس نطقنا الاس اس كاتس، لاحظ، لكن في دوغز ما قلناش دوكس، لاحظ، قلنا دوغز. اذا هنا الاس نطقناها ز دوغز، هنا نطقناها از فوكسيز، لاحظ فوكسيز. اذا نطق المورفيم اللي هو اس بثلاث طرق مختلفة هذا بنسميهم ألومورفز. إذا هذا الاس هنا ألومورف، هنا از ألومورف، وهنا الاز فوكسيز ألومورف. إذا لاحظنا إنه الألومورفز لها علاقة بالمورفيمز، الألفونز لها علاقة بالفونيمز. الآن المينيمال بير في كلمتين متشابهين في كافة الأصوات ما عدا صوت واحد مختلف، لاحظ بات رات، لاحظ الصوت المختلف هنا با وهنا را، وينتج عنهما اختلاف في المعنى، يعني بات أطواط، رات فار، إذا اختلف المعنى. طبعا في كل اللغات في عندنا مينيمال بير، زي عندنا في العربي مثلا بطل بصل، الاختلاف الطاء والصاد تغير المعنى، أو صالح طالح، غيرنا الصا والطاء اختلف المعنى. إذا هذول بنسميهم مينيمال بير. إذا المينيمال بير كلمتين مختلفين ف
بصوت واحد وهذا يغير المعنى. المينيمال ست، ست يعني مجموعة، هنا بير يعني اثنين، بس اثنين كلمتين، هنا بير ست يعني مجموعة، قد يكون ثلاثة فما فوق، يعني بات رات فات هات، كلها هاي مختلفة بصوت واحد وبتغير المعنى، لكن هم أكثر من كلمة، أن 1 2 3 4 فهي ست مجموعة. إذا لاحظنا بعد ما فهمنا شو الفونيم، الألفون والألومورف والمينيمال بيرز والمينيمال ست، فهمنا إنه التاء هنا في تك والتاء في هيتس والتاء في سليب هي عبارة عن يعني طرق مختلفة لنطق صوت واحد اللي هي بنسميها ألفونز. الآن نتكلم عن، طبعا هذا الدرس موجود في المورفولوجي وهذا موجود في الفونولوجي، هذا موجود في السيمانتكس اللي هو question number 2. Is traveling to London with her husband next week، يعني عندنا معناته واحدة متزوجة لأنها تسافر مع زوجها الأسبوع القادم. إذا نتكلم هنا عن، الآن بدنا نفهم شغلتين، إنه البلس يعني الصفة موجودة والماينس الصفة غير موجودة، هذا أول شيء لازم نفهمه بالنسبة للكلمات. طيب هل الزوجة هاي هل هي هيومن، يعني هل هي بني آدم؟ نعم، إذا أعطناها بلس. طيب هاي الزوجة قلنا هي ستسافر مع زوجها هير هزمن، هاي الزوجة هل هي ذكر؟ طبعا لا، إذا أعطناها ماينس. هل هي أضلت؟ نعم، يعني هي ناضجة، فلو قال بلس بنقول أوكي، لكن هنا قال ماينس. إذا هذه استبعدناها إيه؟ لأنه الصفات هاي لا تنطبق على الزوجة، تنطبق صفة واحدة فقط إنها human being يعني إنسان، لكن لا هي ذكر، وهنا كتب إنها صغيرة في السن. طبعا هنا ماينس هي أنثى، يعني لما يقول لك ماينس ميل يعني إنها أنثى، يعني هنا هي human being وهي أنثى، ولكن هنا قال ماينس أدلت يعني صغيرة في السن، يعني بنت صغيرة يعني، وهذا الكلام لا ينطبق وبالتالي استبعدنا هذا الخيار. طيب نأخذ بي، بقول لك plus human plus male plus adult، هنا طبعا هي إنسان، وهنا هل هي ذكر؟ طبعا لا، خلاص معناته هي غلط، يعني ما بكمل حتى، يعني لأنه الأنثى لما يكتب plus male يعني هي ذكر وهذا غلط، طبعا plus adult صحيح. إذا في عندنا هنا خطأ في، يعني هذا اللي خلاني أستبعد هذا الخيار إنه كتب plus male، لاحظين هنا اللي خلاني أستبعد الخيار إنه كتب minus أضلت، يعني إنها بنت صغيرة، وهنا بحكي زوجة يعني كبيرة ناضجة. طيب هنا على طول أستبعد هاي، ليش؟ لأنه قال لي minus human يعني زوجة ومش بني آدم، طبعا غلط، إذا خلاص أنا كملش حتى. طبعا هاي صح وهاي صح، بس إذا في صفة يعني لا تنطبق معناته بستبعد كل الخيارات. طب شوف هذا ليش اخترنا احنا دي، نتكلم عن زوجة احنا يعني انها بني آدمة، نتكلم انها ماينس ميل يعني مش ذكر يعني هي أنثى، ونتكلم انها يعني كبيرة يعني ناضجة، إذا بلس أدلت، إذا الصفات الثلاثة هاي انطبقت على الزوجة، إذا أخذنا دي. لاحظ هنا أي صفة لو صفة واحدة ما بتنطبق معناته بشطب كل الخيار. طيب الآن نيجي لـ number 3. In the sentence the teacher saw one of the students cheating in the exam. The word cheating. إذا هذا جرامر. بسأل إنه cheating هل نوعها، هل نوع كلمة، هاي الكلمة cheating هل هي linking verb ولا finite verb ولا copulative verb ولا non-finite verb؟ طبعا انت ما بتقدر تجاوب الا تعرف ايش هي المصطلحات، يعني شو لينكينج. الان نشرح هاي المصطلحات. اول شيء لما نتكلم عن لينكينج، اللينكينج والكوبيوليتيف نفس الشيء، الكوبيولا عاده تطلق على الفيربس تو بي، يعني
إذا linking verbs قد تكون verbs زي am, is, are, was, the verbs to be، وقد تكون يعني verbs مثل appear, seem, become. هاي بيسموها linking verbs، يعني أفعال وصل. مثال على ذلك، مثلا إذا قلنا بس نضبط المثال، هاي المثال he became a doctor. ملاحظ هنا الفعل became أحد الأفعال الـ linking verbs. He is a doctor، نفس الشيء copulative أو linking. إذا linking copulative يعني تقريبا نفس الشيء، إما بكون verb to be أو فعل من هاي الأفعال. فهاي أمثلة على الـ linking verbs، he became a doctor أو he is a doctor. الآن شو الـ finite verbs؟ الـ finite verbs هي الـ verbs، أنا كتبت لكم بين قوسين tense verbs، يعني أفعال فيها زمن. يعني he passed the test last week، هنا بتكلم عن past. إذا أي فعل بيحمل زمن سواء present أو past أو future هذا بنسميه finite verb. إذا finite verb لازم يكون يتكلم عن زمن، هنا الزمن ماضي past. الآن non-finite verbs ما بكون فيها زمن، هذا هو الاختلاف الرئيسي إذا بين finite و non-finite. ال non-finite بكون untensed، كيف يعني؟ طبعا عندنا معروفين ال non-finite محصورين اللي هم present participle أو gerund، يعني verb ing هذا non-finite. Example زي swimming مثلا، أو ال past participle اللي هو بسموه احنا بنسميه verb 3 زي swam مثلا. Swim, swam, swam, swam the past participle. هذا non-finite. أو الinfinitive اللي to والفعل زي to swim. إذا عندنا non-finite معروفين اللي هم present participle gerund يعني verb ing أو verb 3 اللي هو past participle أو الinfinitive. إذا I like swimming. Swimming هنا إيش؟ non-finite. ليش؟ لأنها gerund. I like to swim كمان non-finite. ليش؟ لأنها infinitive. الآن سؤالنا عن cheating. الآن cheating زي swimming verb ing، إذا هنا هل هي linking verb؟ طبعا لا. finite لا لأنه ما فيها زمن. copulative لا، إذا هي non-finite لأنه cheating ال ing ضمن ال non-finite زي ما قلنا. What kind of evaluation is carried out at the end of the course study؟ طبعا هنا السؤال عن ال evaluation اللي هو التقييم. في عنا أنواع من التقييم شرحناها بالدورة، منها summative, formative, diagnostic. الآن summative هذا التقييم يعطى في نهاية الكورس أو نهاية السنة، يعني زي اختبارات نهاية السنة أو نهاية الفصل، هذا بسموه summative، يعني تقييم نهائي بسموه بالعربي summative evaluation. عندنا طبعا كلمة assessment اللي هي تقييم، يعني formative اللي هو تقييم تكويني بسموه أو بنائي، اللي هو بكون عادة زي يعني التقييم بكون بالفصل، يعني مثلا أنت بتعطي درس وبتسأل أسئلة question and answer عشان تأكد أنه فهموا عليك، تعطي short quiz أو short test، تعطي homework، فكل هاي أنواع من التقييم اللي بسموه formative اللي هو البنائي. يعني هنا أنت حتى تتأكد أنه فهموا الدرس لازم تعمل تقييم، أحيانا تسأل أسئلة، أحيانا تعطي كويز، أحيانا تعطي هوم وورك. لكن سمتيف لا، سمتيف بدك تعطي علامة، لاحظ، في نهاية الفصل أو نهاية السنة. الدايغنوستيك عادة بسموه الاختبار التشخيصي، يعني أنت بدأ شخص قوات عفوا نقاط القوة والضعف، فقبل بداية الكورس هذا يعطى قبل بداية الكورس عشان نشوف شو نقاط الضعف والقوة، فبسموه دايغنوستيك يعني تشخيصي. إذا هنا السؤال بيقول end of the course، في نهاية الكورس معناته أنت بتعطي اختبار نهائي اللي هو بنسميه أو تقييم نهائي اللي هو بنسميه summative. السؤال الخامس والأخير a test that requires filling in words. الآن في عندنا اختبارات احنا متنوعة، هذا الاختبار اللي هو بطلب من الطالب إنه يعبي الفراغات that have been deleted from a paragraph. يعني أعطيت الطالب paragraph وعملت له حذف، قلت له عبي الفراغات. هذا الاختبار اللي فيه تعبئة فراغات شو اسمه؟ هذا السؤال، هل يسمى close test ولا achievement test ولا multiple choice test
ولا true false test. طبعا اسمه close test، يعني close test معناه اختبار تعبئة فراغات filling in words. الآن الأتشيفمنت تيست اللي هو الاختبار التحصيلي، عادة بيكون في مقرر بدرس الطالب بقدم فيه اختبار، هذا بسموه اختبارات تحصيلية achievement test. المالتيبل تشويس زي هذا A B C D، هذا اسمه مالتيبل تشويس، وترو فوس صح أو خطأ زي ما أنتم عارفين. إذا هذا الاختبار اللي فيه تعبئة فراغات إيش بنسميه؟ اسمه close test. دير بالك بالزد وليس بالإس. إلى اللقاء.